بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وقلنا إن وعد الله لا يتخلف، لأن الوعد إنما يتخلف لأن الذي يعد لا يملك أسباب الوفاء، ولكن الحق سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، فله أن يعد ولنا أن نتقبل الوعد، كما فعل سيدنا أبو بكر، سمع في بضع سنين فلم يأخذها إلى آخرها، وإنما أخذها من أولها، راهن في 3 سنين. ده دليل على أنه واثق من مين؟ من أن وعد الله ووعده إيه؟ وعد الله حق. إحنا قلنا المسألة في قول الحق سبحانه وتعالى في أن الروم غلبوا، قال من بعد غلبهم. كلمة غلب نسينا أن نقول أنها تستعمل مصدرا يضاف للفاعل مرة ويضاف للمفعول مرة. يعني تقول إيه مثلا؟ أعجبني ضرب الأمير المذنبة، يبقى الضرب وقع من مين؟ من الأمير، ووقع على مين؟ على المذنب، يبقى ده مضاف للفاعل خلاص. وأعجبني ضرب المذنب من الأمير، الضرب الذي إيه يقع عليه، فيبقى غلبهم، يعني هم غالبين ولا مغلوبين؟ يصح. فإن أضيفت للفاعل يبقى لها معنى، وإن أضيفت للمفعول يبقى معنى ضرب الأمير المذنب، يبقى الضرب وقع من مين؟ من الأمير. وضرب المذنب من الأمير يبقى الضرب واقع على مين؟ بقى كلمة غلب برضو تمشي علينا. الأول الحق سبحانه وتعالى حينما قال وهم من بعد غلبهم سيغلبون، كلمة السين تفيد استقبال في بضع سنين. لماذا؟ واحد يقول لك هو ما قالش ليه سيغلبون بعد بضع سنين وجاب كلمة فيه؟ قال لك لأن الغلبة والنصر ما بتجيش في الوقت اللي بيقول عليه ده، لازم لها إعداد طويل. فكأنهم في مدة البضع سنين دي بيعملوا إيه؟ بيعدوا للنصر. يبقى كل ما يعد حتة ياخد حتة من النصر، كل ما يعد حتة ياخد حتة من النصر. يبقى مش النصر هيجي بعد بضع سنين، ده النصر جاي من إيه؟ من عمل فيه بضع سنين. إحنا مثلا اللي أدركوا الحرب العالمية ياما هتلر انهزم، انهزم هتلر والدول كلها تقلبت عليه، وبعدين في سنة 39 راح مهدد العالم كله بحرب. هل هي سقطت عليه كده انه يهدد العالم الحرب، ولا المدة دي قاعد يعد يعمل طرق ويعمل أسلحة ويربي جيش ويعمل، يبقى إيه؟ يبقى إذن قول الحق في بضع سنين دليل على أن الإعداد للنصر سائر في ايه؟ في مدة الايه؟ البضع، البضع سنين. ادي ايه فيه؟ قول الحق ثانيا: لله الامر من قبل ومن بعد. قلنا من قبل ان يغلبوا ومن بعد ان يغلبوا، مش كده ولا لا؟ يعني اذا لما فارس انتصرت لم تخرج عن مراد الله، فلله الامر حين غلبت الروم لله الامر، وحين انتصرت فارس لله الامر. الله ليه؟ أم قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى يهيج أصحاب الخير بأن يغلب في فرصة أصحاب الشر. يقوم لما أصحاب الشر يغلبوا مرة، يقوم أهل الخير يعملوا إيه؟ تتحرك حميته، ويبقى لهم أعداء. هؤلاء الأعداء يجعلون سلوكهم معهم سلوك يقظة،
بمعنى انهم ما ياخدوا بالهم ان دول كان ما يبقاش احسن منهم. الله. اذا النصر المكروه لله على المحبوب لله جاء بتوقيت من الله. ولذلك يقول لك اياك ان تحزن ان يكون لك اعداء. الاحمق هو اللي يزعل ان له اعداء. انما العاقل يقول لا، ده الاعداء دول هم اللي لهم الفضل عليا. ليه؟ قال لانه لما يبقى له اعداء عايز باستمرار يبقى ايه عنده ايه؟ قوه. وعايز باستمرار يكون سالك وسليم عشان ما يركبوش عليه فرصه، ما ياخدوش عليه نقيصه. الله. يبقى العدو بيعمل ايه؟ العدو بيخليك تجند كل ملكاتك للخير. ولذلك الشاعر يقول عداية لهم فضل علي. تسمعها انت تتعجب، عداية لهم ايه؟ فضل علي ومنة، فعندي لهم شكر على نفعهم لي، فهم كدواء والشفاء بمره، فلا أبعد الرحمن عن الأعادية. هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها، قلت لا ما تمسكوش عليك فرصة، وهم نافسوني فاكتسبت المعالية. الله. شوف نظر إلى العدو نظرة إيه. إذن لما يقول لله الأمر من قبل، لله الأمر حين نصر الفرس على الروم، ولله الأمر من بعد حين ينصر الروم على الفرس. ده بأمره وده إيه؟ وده بأمره. ليه؟ حتى يهيج أهل الخير بأن ينافسوا أهل الشر في أن لا يتغلبوا عليهم في شيء إيه؟ في شيء أبدا. رسول الله كان مع المؤمنين في غزوة أحد، وأمرهم أي أمر الرماة ألا يتركوا مواقعهم وإن رأوا الجيش منتصرا. فالرماة ببشريتهم بمجرد ما لقوا المعركة كده والمسلمين انتصروا عملوا إيه؟ سابوا الموقع بتاع الرماة ونزلوا عشان الغنائم، فانهزم المسلمون أول الأمر ورسول الله بينهم. لأن سنة الله في الكون كده، لو انتصروا مع مخالفتهم أمر الرسول كان يكون الحال ايه؟ عمرهم ما يطوعوا له امر، يقولوا احنا خلفناه وانتصرنا، ايه اللي جرى يعني؟ طيب في حنين، ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم. مش ابو بكر نفسه اللي قال لن نغلب اليوم عن قله؟ ده احنا ما شاء الله جيش كبير. يبقى مش عايز ربنا دي يعني. يوم ينصر دوكا بالاول وبعدين يحن على دول ينصرهم في الايه؟ ينصرهم في الايه؟ يبقى لله الامر من قبل وايه؟ اياك ان تعد ان انتصار الباطل على الحق دي جاي من غصب عن ربنا، ده قصد عشان ايه؟ يخلي صاحب الحق دائما ايه؟ تقي يقظ قوي، ما يمكنش ذوك من ايه؟ الفرصه. هنا بنصر الله ينصر من يشاء، ما دام لله الامر من قبل ومن بعد، ينصر فارس على مين؟ وينصر الروم على فارس. هنا بقى يقول ايه؟ بنصر الله ينصر من يشاء، سواء كان الباطل ولا الايه؟ طب بينصر الباطل ليه؟ عشان اصحاب الحق يتنبههم ولا يمكنوش الا من الباطل. ولذلك قال: وهو العزيز الرحيم. طب العزيز الذي لا يغلب. العزيز الذي ايه؟ لا يغلب. والرحيم اللي عنده رحمة للغير. الله. طب ايه هو عزيز؟ مين اللي عزيز؟ ساعة ما ينصر فارس على الروم يقول لك ايه؟ فارس تتنصر على الروم ويبقى لله العزة على العزة. ازاي بقى؟ تيجي هنا ازاي العزة؟ ام انك العزة هنا في ان الحق سبحانه وتعالى يقول اني لو كنت عايز انصر كنت انا انصر من غير حد، انما انا عزيز، عزيز لا اغلب، فمش عايز اللي يبقوا تابعيني خايبين. ولذلك هم يستعدوا ولكن انا ارحمهم برضه، يبقى فيه عزه وفيه ايه؟ وفيه رحمه. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ايه؟ لا يعلمون ان وعد الله ازاي؟ ده الحق سبحانه وتعالى بيسجلها قران، والقران معجزه، ويتلى في الصلاة ويسجل في الكتب، بيسجله بقى بيقول هم هيتنصروا، يسجل على نفسه. طب افرض الواقع ما جاش، يقول لك لا، هو لا يسجله الا لانه واثق ان الامور ستجيء على ايه؟ على ما يقول. لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون.
هنا لا يعلمون، وبعدين في أول الآية الثانية يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. يبقى إذا لقيت فعل نفي مرة وأثبت مرة فافهم أن الجهة منفكة، لأن ما يمكنش تجيب فعل من واحد وتنفيه مرة وتثبته مرة تانية. الحق لما قال إيه؟ وما رميت إذ رميت. طب ما رميت دي تفيد إيه؟ تفيد نفي الحدث عن رسول الله. طب وإذ رميت تثبت الحدث لرسول الله. يبقى كيف حدث واحد يثبته الله لرسوله ثم ينفيه عنه؟ تقول له الجهة منفكة. الجهة يعني الإثبات لشيء والنفي لشيء. احنا ضربنا مثل زمان، قلنا ولدك قرب الامتحان وبيلعب، فانت قلت له اقعد انا هقعد قدامك هراقبك وانت بتذاكر، وقعدت له في الصاله وهو قاعد يذاكر كده، مسك الكتاب وقعد يفر ويهز راسه ويفر ويهز راسه. بعد ساعه قلت له تعالى يا ولد اشوفك ذاكرت ايه. قعدت تساله ولا كلمه فهمها، تقوم تقول له ذاكرت وما ذاكرت. ذاكرت اثبتت له المذاكره، وما ذاكرت نفيت عنه المذاكره. طب ودي تيجي ازاي؟ قال لك ذاكرت اي فعلت فعل المذاكر، تقلب الورق وتهز راسك ومش عارف ايه وبتاع، وحصيلا ايه؟ ما فيش. كذلك رسول الله وما رميت. الرسول جاب شويه حصى كده ورماهم في وش الجيش. الرسول فعل دي ولا ما فعلهاش؟ اهدي اذ رميت. انما هل في امكان الرسول انه بكبشه كده يرميها تنفت في كل الجيش كله؟ يبقى مش شغلته بقى دي. وما رميت اي ما اوصلت بالرميه كل الجيش. اذ رميت اذ خدت الحصى كده ورميته على قد قدرتك البشريه. يبقى مره الفعل ينفى ويثبت، لس الجهه ايه؟ تبقى الجهه منفكه، يعني دي لها شيء ودي لها اهلي. ولكن اكثر الناس لا يعلمون، ادي النفي. يعلمون ظاهرا من الحياه، يبقى النفي لشيء اي لا يعلمون حقيقه الامور، انما يعرفوا الظاهر بس. طب هو ظاهر وباطن، ده هنا في اخرى حياه اخرى وفي حياه دنيا، مش كده؟ هل هم يعلمون الحياه الدنيا وغفلوا عن الاخره؟ كان يعلمون ايه؟ يعلمون الحياه الدنيا ويجهلوا مين؟ الاخره. ده قال لك حتى الدنيا ما يعلموش الا ظاهره. يبقى احنا عندنا دنيا وايه؟ واخر. كان الاصول هم يقول لك ده شاطرين بس في امور دنياهم، انما امور الاخرى ما يعرفوش فيها حاجه. نقول له لا، ولا امور دنياهم الاخرى، امور الدنيا ما بيعرفوش على حقيقتها، بيعرفوا الظاهر بتاعها بس. الله ازاي؟ ام قال لك اذا نظرت الى القوانين اللي انت بتشوفها في الدنيا تجدها، بعدين يجي فتره كانت كويسه القوانين قوي ومتحمسين ليه، وبعدين يجوا هم اللي يلغوها. يلغوها ليه؟ يبقى دليل على انهم غلطوا في مين؟ حتى امور الدنيا ما عرفتوش تعملوا فيها حاجه. مثلا زي قانون بتاع الزراعه اللي قعدوا يناقشوه ديك النهار. القانون ده بيحكمنا بقى لنا كام سنه؟ شوف بقى من سنه 52، ودلوقتي يقول لك لا مش مطابق ومش نافع الغير. حتى امور الدنيا انتوا مش عارفين فيها حاجه، ما تعرفوش الا الامور السطحيه. طب روسيا اللي عملت شيوعية من سنة 17 وقعدت هددت الدنيا وعملت العمائل اللي عملتها، وبعدين ايه اللي حصل؟ هل دولة تغلبت عليها ولا هي نفسها اللي لغت النظام؟ يبقى دل على انها مش عارفة حتى ظاهر من الايه؟ من الحياة. فاذا كان ظاهر الحياة ما يعرفوش. الله. اول دودة القطن انتوا تهوا عليها ياما كانت بتنقى كده بالايد وناخدها نحرقها ومش عارف ايه، وبعدين اخترعوا ايه؟ الدي دي تي، مش كده؟ امريكا اخترعته، قلنا بس خلاص ارتحنا. فقعدنا نرش نرش، وبعدين تبين ان الدود بقى كيف دي دي تي. يعوز ودين. وبعدين طلع الضره، الدوله اللي اخترعتها جرمت من يفعلها الان. يبقى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ولا لا؟ يبقى ما عرفوش الأمور على إيه؟
على حق الكتف. احنا مثلا اول ما اخترعت السيارات صحيح خففت على الناس المشقة، يروح المشاوير بسهلة يركب، وام تحملوا اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بايه؟ بشق الام. ده الكلام ده في الحمير والبغال. طب انت عمرك شفت حمارين قابلوا بعض كده واصطدموا وموتوا اللي عليهم؟ انما شوف بقى السيارات عملت ايه. عمرك شفت حمار ماشي كده وعمال يسير الغبار؟ ابدا. الله. عمرك شفت العادم بتاع الحمار يعمل تلوث في البيئه؟ لا، ده احنا بناخده بايدنا كده، نبعت ناس ايه تلمه، مش كده بيحفل؟ وقالوا نرميه في الارض عشان يطلع ايه. يبقى عادم ومخلوق الله يصلح الارض، وعادم ومخلوق البشر يفسدوا الجو، لاننا نعلم ظاهر من الحياه. لما جم وخدنا وقلنا كده ما عرفناش ايه. لو كانوا بقى بيعملوا حسابهم ويقول لك السولار ده لما ينحرق يطلع منه كذا وكذا 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 وكذا، ده يعمل في الجو كذا وكذا وكذا، هيدي نفع للعاجل انما يدي ضرر ايه. انما يعلمون ظاهرا، يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا، وهم عن ده هم اذا كانوا ما يعلمون ظاهر الا ظاهر من الحياه الدنيا، يبقى الاخره ايه؟ خالص، ما فيش حاجه خالص. ولذلك سيدنا الحسن يقول ايه؟ يقول انا اعجب للرجل يمسك الدينار بانامله فيعرف وزنه ويرنه كذا فيعرف زيوفه من جيده ولا يحسن الصلاه. شوف النصاحه بتاعته وصلت فين؟ قال يمسك الدينار كده ويشوف فيه زيوف ولا مفيش فيه زيوف، وده وزنه قد ايه؟ وما يحسنش الصلاه، يبقى بقى على الاخره غافلين ولا لا؟ بقى يبقى اذا الناس يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا بدليل انهم يغيرون ما ينتهون اليه. يبقى ما دام بيغيروه يبقى طلع ايه؟ بان فيه ايه؟ بان فيه غلط. احنا قلنا على الشيوعيه لما جت، هل امريكا دحرتها؟ لا. بلك لو امريكا دحرتها كانت القوه والغطرسه اللي في الشيوعيه تتنقل لمين؟ لا، ده هي مش اندحرت، هي انتحرت بيدها. ودي تدي للقوه الاخرى اللي نحر دي خلاها تنتحر. من الممكن ان انتوا الاخرين تنتحروا، فنعيد له لربنا ونعيد له للناس. خلاص تنتهي الايه؟ تنتهي المسائل. ولكن اكثر الناس لا يعلمون. يعلمون طب واكثر الناس ليه؟ ما دام هم بيشوفوا حاجه ويغيروه. ام قال لك ما هي لما كانت معموله قوانين كانت في ناس مش عاجباها تقول لهم القانون ده مش صح، يبقى ما اتهمش الناس. يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون. طب الظاهر اللي بيعرفوه في الحياه الدنيا، الدنيا فيها ملاذ، فيها متعه، فيها شهوات، فيها الواحد يمشي على كيفه، فيها حريته تبقى مطلقه. انما اخرته ما تبقاش تعرف دي. يقول لك الديب، الديب الفلاحين يقولوا كده، الديب بلع المنجل. الديب بلع ايه؟ انتوا عارفين المنجل اللي بيحطوا الحديده اللي بيعملوها في البتاع اللي بيضموا بيها دي؟ قال لك ديب بلع منجل. قال له ما تمدحوش قوي، ساعه خرايس مع ولا شوفوا بعدين هيجرى له ايه. الله. ولذلك يقول لك زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والايه والخيل المسومه والانعام والحرث، كل دي ظاهر من الحياه الدنيا. لكن ايه اللي شو؟ الباقيات الصالحات. لان دي مهما احنا قلنا العاقل يجي يمسك الدنيا والاخره. اياك ان تظن ان الدنيا تقعد كذا قرن، ماليش دعوه، الدنيا هي عمرك فيها. والا اذا كانت الدنيا هتقعد غيرك، طب وانت ايه دخلك؟ يبقى عمر الدنيا هو ايه؟ عمرك انت فيه، وعمرك غير محدود. مش قلنا هتعيش 90 ولا 70، يمكن في يوم يمكن يوم. الله. يبقى اذا التوقيت فيها مظنون ولا متيقن؟ مظنون. ومهما طال هينتهي ولا ما ينتهيش؟ ينتهي. ومهما طالت لك وللغير هتنتهي ولا ما تنتهيش؟ انما الدين بيمسك اخره، اخره
لا تخشى أن يفوتك فيها النعيم ولا تخشى إنك أنت تفوت النعيم، لأنك لا تموت ولا النعيم ينقطع. يبقى لما تيجي تقارن دي به تبقى إيه اللي أكسب؟ يبقى أنت بتشتغل في الفنية وتاخد منك وتسيب الإيه؟ وتسيب البكاء، تبقى صفقة خاسرة ولا مش صفقة خاسرة؟ صفقة إيه خاسرة؟ نعم. ولذلك قيل للإمام علي: أنا أحب أن أعرف يا إمام أنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة؟ قال: لم يدع الله الجواب لي، وإنما الجواب عندك أنت يا بني. إن دخل عليك اثنان، واحد جاء لك بهدية وواحد جاء يطلب منك عطية، اللي جايب هدية هيديك واللي جايب عطية هي إيه؟ فإن كنت تهش لصاحب الهدية فأنت من أهل الدنيا، وإن كنت تهش لمن يأخذ العطية فأنت من أهل الآخرة. ليه؟ قال لك: لأن الإنسان يحب من يعمر ما يحب، فإن كنت بتحب الآخرة هتنبسط من مين؟ من اللي جاي يأخذ منك. لأنه كان بعض الصالحين إذا جاء له السائل طرق بابه يهش في وجهه ويبش، يقول له: مرحبا بمن جاء يحمل زادي إلى الآخرة بغير أجرة. يدخل عليها كده ويأخذ. يبقى بيحب اللي بإيه؟ فإن كان بيحب الدنيا ينبسط من مين؟ اللي جايب الهدية، وإن كان بيحب الآخرة ينبسط من اللي هياخد منه، لأنه هيشيلها له فين؟ هيشيلها له إيه قدام؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. الله. طب وهم عن الآخرة، القياس كده بيقول وهم عن الآخرة إيه؟ غافلون، مش كده ولا إيه؟ إنما شوف القرآن بقى: وهم عن الآخرة هم غافلون. لأنه لما كان يقول وهم عن الآخرة غافلون، يمكن الغفلة مسيطرة عليهم، ما فيش أدلة ولا بتاع، لا هم الغفلة منهم، وإلا فالأدلة واضحة على أنه لا غفلة، هم اللي غفلين. أيكون ذلك منهم؟ لا يعلمون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا ويغفلوا عن الآخرة. ليه اللي خلاهم يصلوا إلى هذا؟ ألم يتفكروا في أنفسهم؟ أيكون ذلك منهم ولم يتفكروا في أنفسهم؟ ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. جايب لهم دليل واضح أهو، الدليل مرة في أنفسهم ومرة في إيه؟ في السماء والإيه؟ في السماء والأرض. إيه الدليل اللي في الأنفس؟ وإيه الدليل اللي في السماء والأرض؟ الدليل اللي في الأنفس يقول لك: فكر في نفسك، يعني اجعل نفسك موضوع تفكيرك، وشوف اللي خلق الجهاز ده كده يعني قادر حكيم ولا لا. ده لسه عمالين بالتشريح بيفهمهم حكم بعض الغدد اللي قد العدسة، غده كده في الجسم قد العدسه وهي اللي بتعمل الاعمال اللي في الوقت. ولسه عمالين كل يوم ايه؟ قال لك يكتشفوا. قال لك: طب بس فكر في نفسك كده ازاي؟ قال لك: انت بتاكل وبتشرب وبتتنفس، ثلاث اشياء مقومات حياتك، اللي هي ايه؟ الاكل والشرب ايه؟ والنفس. الاكل تقدر تصبر عليه قد ايه؟ قال لك: اقدر اصبر عليه لحد شهر، اخد من جسمي واغذي نفسي. طب والميه؟ لا، اقل شويه، من 3 أيام ل10 على مقدار ما فيك من مائيه، وبعدين ما يمكنش. طب والنفس؟ ولا لحظه، يا دوب شهيق وزفير. الله. ولذلك احنا قلنا زمان من حكمه الله وتأمينه للبشر إنه جعل الطعام تصبر عليه مدة أطول، لأن قد يحتكر إنسان عليك طعامك، إنما يديك تتصرف في ذاتك. اللي أنت أكلته زائد زماني بتخان من شوية شحم، وبعدين يديك كده شوية من الشحم. ومن العجيب إن الشحم ده
يديك بعدين كل عناصر الجسم، مش يديها لك، يقوم الغدد او الجوارح اللي تدي لك الاشياء اللي انت تعوزها. طب طولت المده دي ليه؟ قام قال لك بعدين طول، يمكن يحن عليك، يمكن انت تحتال، يمكن واحد انت تصعب عليه. طب والميه، الميه قليل تصبر عليها قليل ولذلك ملكها قليل. طب والهواء؟ لا احد يملكه، لان قبل ما ترضى عني يكون ايه من الحاشة، فيبقى من رحمه يا رب. قال لك بس امسك الحته دي وشوفها بقى. انت ساعه تاكل طعاما هنا في بعد الحنجره دي كده جوه ماسورتين اتنين، قصبه هوائيه بتودي الهواء لمين؟ للرئه، وبلعوم بيودي الطعام لمين؟ للمعده. والاثنين مفتوحين كده في ساعه ما تاكل اللقمه، لو ان القصبه الهوائيه يدخل فيها رزايه واحده، شوف يحصل لك ايه؟ بلا شعور تشرق وتعمل الكحه لحد ما تطلع، لان دي بتاعت هوا بس ما تدخلش فيها على الاول. يقوم ساعه ما تيجي تاكل اللقمه في لها، لما تفتح بقك قدام المرايه تلاقي حاجه هنا اسمها يسموها لسان المزمار، حته لحميه مدلدله كده، تبقى شوفها في المرايه. لما تيجي تاكل اللقمه تقوم هي تروح سد القصبه الهوائيه زي السقاطه، اللقمه تنزل في البلعوم. طب ولما تيجي بقى تاخد الهواء تسد، ايه الحكمه دي؟ تقوم تجد القصبه الهوائيه الشعيرات والاهداب اللي فيها تنطر لفوق كده، عشان ان دخلت حاجه تعمل ايه؟ الله. طب اسمع، انت تبقى ماشي في امان الله ومرتاح وكل حاجه، وبعدين في نص ثانيه تقول سيبنا اللي مزنوق بدي ادخل دوره الميه، في نص ثانيه ايه اللي جالك؟ طب انت واقف امان الله، اكن الحمل بتاعك في الامعاء زي حمولة السيارة، إن زادت السوسة تنخ، فالسوسة تنخ تلاقيك مستتقل وعايز تروح بس. شيء عجيب. طب هندسة إيه دي؟ المسالة تبقى ملانة مية، وبعدين فجأة كده تقول استنى والنبي أقف يا سيارة عشان بدي أدخل أقضي دورة المية. الله، إيه اللي حصل دلوقتي؟ قطرة واحدة زادت عن اللي كان في المسالة، خلاص ما عادش تتحمل، تقوم تروح علشان الله. ايه الهندسه دي؟ هندسه. تعالى بقى، في هنا عند المعده حاجه اسمها فتحه الفؤاد. فتحه الفؤاد دي لما الاكل ينزل تتفتح لتحت، وبعدين بعد ما يخلص تروح سد سقاطه، ما تطلعش الريحه اللي في المعده فوق ابدا، بلك لو طلعت تبقى شهر وانا. ولذلك في ناس يبقى عندهم خلل في السقاطه دي، يبقى فيه مش مظبوطه، كانت عايزه جلده ولا عايزه زي ما بنعمل كده، تقوم تطلع ريحه من جوه من المعده تقولوا عليه ابخر، فلان ابخر ما تطيقش ريحه نفسه، تبعد. الله، لكن معموله بشكل بقى كده تروح سدها. الله، ايه الهندسه دي؟ اهني وفي انفسكم، احنا ما دخلناش لسه في حاجات تانية كتير، لسه عمالين بيكتشفوا في النفس الانسانيه. وفي انفسكم، يعني ابحث في نفسك، ربنا ما جعلكش تبحث في اللي حواليك، قبل ما تبحث في السماء والارض واللي حواليك وبتاع، ابحث في ايه؟ في نفسك. يمكن مكفوف ما بيشوفش السماء والارض، انما هو في نفسه دليل على نفسه. الله، ايه الحكايه دي؟ تقوم تلتفت تلاقي الحق سبحانه وتعالى يقول لك قبل ما تكون عايز تفكر شوف اقرب حاجه لك ايه؟ نفسك. ادي واحده. ولا وفي أنف وفك او فكروا في انفسكم اي بعيدا عن ضجيج الناس. ازاي؟ لما تكون انت بتتناقش مع واحد في جمع، كل واحد عايز يعمل اي وينتصر، انما لما يكون بيناقش المساله بينه وبين نفسه
يبقى ايه؟ هادي، مفيش مهيج، مش عايز ينتصر على حد، مش خجلان من حد، يوم يصل الى الحقيقه. ولذلك القران يقول لهم في امر رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل انما اعظكم بواحده، يا من تفكرون في صدق هذا الرسول وبتتهموه بانه بيفتري وانه كذاب وانه ساحر، انا اريد منكم شيئا واحدا، انكم ايه؟ انما اعظكم بواحده، ان تقوموا لله مثنى وفلاوة. كل اثنين يقعدوا مع بعض نشوف الراجل ده ايه صحيح يعني. الله، ولا لوحدك يقعد كده، طب الراجل ده بيعمل ايه؟ بيسحر؟ طب ده معقول؟ طب لو كان بيسحر الناس ويامنوا بيه ما سحرنيش ليه عشان امن بيه وحافظ انا ناكفه ليه؟ شاعر كذاب ده انت لما بيكون عندك حاجه نفيسه بتروح تحطها عنده امانه عنده، ازاي الكلام ده؟ يبقى اذا ما تجادلش المساله مجادله جماهيريه، لان الانسان لما بيكون بيتناقش قدام ناس ايه؟ يعوز ايه؟ يعوز ينتصر ويعوز ما حدش يغلبهم، لا، انما بينك وبين ايه؟ بين نفسك. فانتم يتفكروا في ذاتكم، تجعلوها موضع التفكر، يتفكروا في ذاتكم بعيد عن الناس، وتقعد تدرس المساله بينك وبين ايه؟ ولذلك لما تناقش واحد يقول لك يا شيخ انا هسيبك الليله ايه؟ تشاور نفسك كده وتقعد كده بينك وبين نفسك من غير ما يكون حد قاعد ولا حاجه، عشان ما فيش احراج. اولم يتفكروا في انفسهم، هذه واحده. وبعدين يقول ما خلق الله السماوات والارض وما بينهم، يبقى عندنا تفكير في النفس وتفكير في ايه؟ في السماء والايه؟ في السماء والارض. شوف في ايه تانية في القران يقول ايه؟ ان هو يقدم السماء على التفكير في النفس. الله حكم بقضية أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ليه أكبر من خلق الناس؟ أم قال لك لأن الناس بنشوفهم بيموتوا وهم صغيرين، ومش إنما السماء فضلت سماء من يوم ما خلقها ربنا لحد دلوقتي، الشمس فضلت شمس لحد دلوقتي. يبقى إيه الحكاية دي؟ العظمة دي إيه؟ ده احنا قلنا في الجلسة اللي فاتت إن بتاعت لمبة بقد كده الواحد كسرها كده تتكسر، والشمس دي ما حدش لا جاب لها قانون صيانه ولا عمل لها حاجه ولا طلناها ولا قال ده الفيوزن، انا ما حصلش حاجه من دي قبل. يبقى السماء والارض والشمس والافلاك دي اكبر من خلق الايه؟ من خلق الناس. وفي السماء رزقكم وما توعدون، مش كده ايه؟ هات بقى في النفس وفي انفسكم إيه؟ يبقى هي الايه اللي تبقى اقوى، الآية النفس ولا السماوات والأرض؟ ما دام السماء والأرض أقوى من خلق الناس، أم قال لك يبقى الدليل القوي في السماء والأرض. واللي عايز بقى يعني مش كده يروح لنفسه، ولا تروح لنفسك الأول ولا بعدين السماء والأرض؟ أم قال لك في حاجة اسمها المفيد والمستفيد. المفيد هو الله، لما يضرب لي حاجة يجيب لي الأقوى، وبعدين يقول لي ما طقتهاش نجيب لك الاقل. والمستفيد ينتقل من الاقل للايه؟ للاكثر. ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق. ما بينهما من ايه؟ من الكواكب والافلاك والاشياء اللي احنا بنشوفها. كانوا زمان لما حبوا يقربوا الدين لعقول الناس اكتشفوا الكواكب السبعة، فقالوا هي دي السبع ايه؟ السبع سماوات. ووقع فيها علماء كبار، نقول له يا أخي ده السبع اللي انت بتفتكرها ده هي ده كلها دون السماء الدنيا، زينا السماء الدنيا بمصابيح، مالها ومال السماء؟ السماء فين ودي فين؟ ده الكواكب اللي احنا بيننا وبين القمر قد ايه؟ كم ثانية ضوئية؟ بيننا وبين الشمس قد ايه؟ 8 دقايق ضوئية. بيننا وبين المرأة المسلسلة كام؟ 100 سنة. بيننا وبين المجرة مليون سنة. مليون سنة ايه؟ ضوئية. يعني اضرب بقى مليون سنة في ايه؟
في 365 عشان تطلع ايام مش كده؟ وبعدين اضرب اضرب الناتج في 24 عشان تطلع ساعات، وبعدين اضربها في 60 عشان تطلع ايه؟ دقائق، واضربها في 60 عشان تطلع ايه؟ ثواني، واضربها في 300,000 كيلو. بالله تطلع ارقام قد ايه؟ فين؟ ولذلك اللي سكتهم بقى قعدوا يتفنزحوا يقول لك اذا هي دي السماوات السبع. ام بعدها بسنتين اكتشفوا كوكب تاني حوالين الشمس، وبعدين اكتشفوا كوكب، قال لهم بقى هي السماء سبعه ولا بقوا كام دلوقتي؟ بلنا دي لما جم وطلعوا القمر، طلعوا الفلاحسه بقى، يقول لك يا سلام ربنا قال الكلام ده في القران. ايه يا اخوي؟ قال ايه؟ يا معشر الجن والايه والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. والسلطان هو العلم اللي لنا طلعنا القمر. القمر ماله مال السماء؟ ده القمر ضاحيه من ضواحي الارض، ضاحيه كده زي مصر الجديده بالنسبه لمصر، مالها ومال السماء دي؟ ثم اذا كنت بسلطان العلم ترسله، كيف يقول الله بعدها يرسل عليكما شواظ من نار ونحات فلا تنتصران؟ يجيبها دي ازاي؟ ما بلاش انزحها وخلوكم زي ما ربنا، مال الدين ومال الحكايات دي؟ ما هو آفة الدين ان علماء الدين عايزين يتدخلوا في الكونيات، الكونيات يؤخذ منها الدليل على الصالح، انما ما يديهاش حكم شرعي. يقول لك الارض مش كوره، الارض ما بتدورش، الارض مش عارف. يقول لك يا اخي يبقى اذا اللي بيتكلموا دول الكفره عندهم علم غير. ليه؟ قال لك لانهم قعدوا يحسبوا قطر الارض قد ايه، وبتدور قد ايه، والشمس بتعمل قد ايه، امتى يجوا وينبع بينهم من بعض، يحصل كسوف الساعه كام، وبيحصل ولا ما يحصلش. يبقوا معناها انه بيعرفوا غيب ولا مبنيه على دراسات واشياء. الدين ملوش دعوه، الدين جاي لك على حكم افعل كذا ولا تفعل كذا. ثم يترك الكونيات الى ان تتسع العقول الى فهمها. ولذلك قال سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الايه؟ الحق. اي سنريهم اياتنا في الافاق قبل انفسهم ولا لا؟ لكن في الايه دي يعني ايه؟ وفي انفسكم الاول، وبعدين وايه؟ والسماء والارض ده الثاني. يبقى اذا كنا يتكلم الله شيء والمستفيد هو اللي يتكلم شيء ثاني. اولم يتفكروا في انفسهم ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق. ولذلك مشى على نظام ثابت. ما ان ما هو الحق؟ الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير ابدا. تعال بقى شوف السماء والارض والافلاك والكواكب ماشيه بنظام ثابت ولا لا؟ الشمس جت في يوم كده وقالت ده الناس دول ظلمه مش طالع عليهم النهارده، لا بلاش، حصل ماشيه بالنظام وتمسكها بالساعه ويجيب بالقوانين. اللي طلعوا الفضاء دول وقاعدين يبحثوا ويقول لك الفضاء هتلتقي دي بدي، الله، يبقى معناها ده حسب المسافات وحسب السرعه وحسب كل حاجه، يبقى دي مخلوقه بالحق ولا لا؟ مخلوقه بحق، شيء ثابت لا يتغير. وما دام شيء ثابت لا يتغير افهمه انت بقى ورتب عليه ايه. ولذلك الشمس والقمر بايه؟ بحسبان، معموله بايه؟ بحساب. ولذلك عملناها حساب، والقمر قدرناه ايه؟ حتى عاد كالعرجون الايه؟ القديم. لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك ايه؟ في فلك يسبحون. طيب وبعدين القمر قدرناه من اجل لتعلموا عدد السنين والايه؟ الله والحساب. هل تعلمون بالقمر عدد السنين والحساب الا اذا كان هو مخلوق بحساب؟ لا يمكن. الساعه اللي انت بتقول ده الساعه دي لا تقدم ولا تاخر. يبقى الزمن ضبط بها مش كده؟ ده لا يضبط بها الزمن الا ان كانت هي في تكوين دورتها مضبوطه. يبقى هي تنضبط الاول وبعدين تضبط لك الايه؟ تضبط لك الزمن. اولم يتفكروا في انفسهم ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى. خلقها كده ما دام حق هيفضل ثابت، قال لك بس لاجل.
وبعدين الشمس تكور وبعدين النجوم مش عارف تعمل ايه وبعدين الارض تتبدل، مش هي مساله ثابته يعني وهتفتمل لها حق يعني مش هتتغير، لا يجي يوم ايه تنتهي مدتها. وان كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. الله، اذا كنتم كنا زمان لما بنجادل الشيوعيين نقول لهم انتم اشتطيتم على ناس وقلتم اقطاعيين وراسماليين ومش عارف وايه وايه وقعدتوا تعذبوا فيهم وتقتلوهم وتعملوا، قال لك لانهم ظلموا في المجتمع. طيب ظلموا في المجتمع، والناس اللي ظلموا من قبل انتوا ما تيجوا ونفدوا كده وماتوا ما تعاقبوش، ده كان واجب انكم تقولوا ان كنتوا تقولوا ده فيه لازم حته تانية اللي عمل السيئات دي ولا لحقناه شيء هياخد عذابه في الدنيا. يبقى انتوا كان يجب تؤمنوا بالقيامه عشان اللي نفد من ايدكم يبقى ياخد جزاءه. ثم انتم بتشوفوا ان كل حاجات بتعمل لها ثواب وعقاب، فالذي مشى في الدنيا كده على حل شعره وعاش في الارض فساد ان لم يكن في حته يعاقب عليها يبقى مين اللي نجح؟ الملتزم والمستقيم ولا المنحرف؟ المنحرف. انت ما بتعملش كده، انت بتسيب المنحرف منحرف ولا بتحط له ضرر؟ ده ربنا لما حب يدينا قضيه الثواب والعقاب قال لك مش ممكن في قانون يجي الا بالثواب والعقاب. هناك انت ويسالونك عن الايه؟ عن ذي القرنين، مش كده؟ قل ساتلو عليكم منه ايه؟ ذكرى. انا مكنا له في الارض وآتيناه من كل شيء إيه؟ فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس ووجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم، إحنا فوضناك أنت ممكن وادنا قوة وتقدر تعدل الماية وتقدر تكافئ المحسن، وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا إيه؟ وده من دون ما قال قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال إيه؟ قال أما من ظلم فسوف نعذبه. وعذابنا ده مش هو العذاب كله، ده بعدين يرد إلى رب ياخذ عذاب تاني، لأن إحنا هنديله على الظلم اللي عرفناه، انما من الجائز انه يكون ظلم ودكنه كده ما نعرفوش، يبقى ده هيروح الى ده. بيعمل ايه؟ بيعمل احتياط للظالم انك ان عميت على قضاء الارض فلن تعمي على قضاء السماء. اللي ياخد جزاءه دلوقتي وياخده في ايه؟ اما من ظلم فسوف ايه؟ ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا ايه؟ ليش معنى وصف النكر؟ قال لك لان البشر هيعذبوا على قد قدرتهم، انما ربنا هيعذب على قد ايه؟ يبقى عذاب شديد ده ولا مش عذاب؟ واما من امن وعمل صالحا، شوف الحوافز بقى، من امن وعمل صالحا فله جزاء الايه؟ الحسنى، وسنقول له من امرنا يسرا. والى لقاء اخر ان شاء الله.